يا محمد في الآجل وبين مصالحنا بين الله وكما يعطي الله سليم عن سبيل رسول الله أجمعين آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد للشاكرين حمد للنعمين حمد يقين أمه وعليك وزيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي الجلال لك كان وعلم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحمد الاحوال والاربال وتقدر بحمد الحمد وتطهرنا بحمد شيئا وترقونا بحاي الله عندك اعلى درجه وتبلغنا بحق صلاه من الحيره في الحياه بركات بعد الممات تسليما كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير اللهم تقبل منا خدوعنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وفهمنا ودعاءنا وتعظنا وتعبدنا وتمن تفسيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من صحتك والنار اللهم انا نسالك السلامه في الدين في الدنيا والاخره وعافيه في الجسد وجنه في العلم وبركه في الرزق وطاقه قبل الموت ورحمه الى الموت ومغفره بعد الموت اللهم حول الذي سقط الموت والنجاة من النار والقضاء إلى الحساب ربنا لا تنسي قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك كرامة أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد مني وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.